السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مشوارنا في هذا المشروع. في الدرس الماضي قمنا بتخزين جميع المكتبات اللي نحتاجهم في هذا المشروع، وهي قائمة نوعا ما كبيرة. أيضا قمنا بتثبيت اللي هو إكسبرس كسيرفر، وقمنا بفصل الراوتس إلى فولدر معين اسمه راوتس، تحت يكون ملفين اللي هو إندكس واليوزرز، وقمنا بجلبهم في الصفحة الرئيسية اللي هي الاب دوت جي اس. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بعمل اللي هو تمبلت إنجن مثل ما تكلمنا في الدرس الماضي، واحنا خزننا طبعا اللي هي الهاندلز هاندل بارز راح نستخدمها. بامكانك تذهب الى هذا الموقع للتعرف على استخداماته. على سبيل المثال هنا في صفحه في هذه الصفحه في هذا الدف راح نقوم بعمل طبعا اي شيء يكون اي ملف بعد تثبيت الكونفيجريشن للهاندلز بارز. اي صفحه تحتوي على نريد نضمها داخل هذا النموذج او هذا التمبلت راح نضيفها خلال او في موقع هو البدي، اوتوماتيكيا راح يضيفها لنا في صفحة ال HTML مثل ما راح نشوف إن شاء الله. طبعا كان نحن استخدمنا اللي هي هذه الباكج موجودة أيضا في جيت هاب اللي هي Express Handles Bar، تساعدنا في تثبيت الهاندلز بارز. قمنا بتخزينها. الآن ننتقل لعملية الكونفجريشن، وهي عملية سهلة. بداية طبعا كستركشر لازم يكون معنا فولدر اسمه فيوز، ثم طبعا يكون معنا الملفات على سبيل المثال الهوم أو الداشبورد أو يوزرز، وتحت كل الملفات التي تكون مسؤولة عن عملية الريجستريشن على سبيل المثال. ثم معنا اللاي اوت وهو المين دوت هاندلز بارز، وهو الملف الرئيسي اللي راح نعيد استخدامه او اللي راح يسيف لنا الجهد والوقت في عدم طباعة ال HTML بيج في كل صفحة من الصفحات مثل ما شفنا هنا باستخدام هي البادي. طبعا لما نبدأ نشتغل عليه راح تكون الصورة بسيطة وسهلة ان شاء الله. ايضا راح نستخدم اللي هو كفريم ورك فور الفرونت اند، راح نستخدم اللي هو ماتيريالايز سي اس اس، وراح نتطرق اليه بعد قليل ان شاء الله. بنذهب الان الى الصفحه للكونفيجريشن. لو لاحظنا هنا في الانستليشن لاكسبرس هاندلز بارز راح يكون معنا هو الفار، راح نضيف هذا الكود كاستدعاء لهذه المكتبه، نعمل سيف. بعد ذلك راح يكون مع الكونفيجريشن هنا، راح اضيف الكونفيجريشن تحت الراوتس على سبيل المثال نسميه هو الفيو انجن. ايضا بامكانك ترجع الى اكسبرس دوكيومنتيشن لاكسبرس كيف تضيف اللي هو التمبلت انجن سواء هاندلز بارز هاندل بارز او اي جي اس. استخدم اللي هو اب دوت انجن، بعد ذلك نكتب الهاندل هاندل بارز، ثم نكتب اللي هو الفاريبل اللي حنستخدمناه هنا راح يكون اكس بي اي اكس PHHS، راح اعمل له كوبي. ممكن نعطيه طبعا هنا نعطيه كفاريبل عشان نعطيه الديفولت لاي اوت. راح نقوم بانشاء الفولدر بعد قليل، لكن الفولدر راح يكون ديفولت لاي اوت نسميه هو المين، ثم نكتب app.set view انجن اللي راح نستخدمها هي بتكون هي الهاندلز بارز هاندل بارز. الان قمنا طبعا بعمليه الكونفيجريشن، في خطا هنا معانا اب دوت سيت هاندل بارز راح يكون ايضا تحت لازم يكون في كوتيشن. الان طبعا نعمل الفولدر الحين مثل ما تكلمنا عنه بيكون فولدر اسمه فيوز، تحت الفيوز راح يكون معي فولدر اخر اسمه اللي اوت اللي هو بيكون تحت المين. عفوا هذا لازم يكون فولدر وليس ملف. تحت الفيوز راح يكون فولدر نيو فولدر لي اوت. تحت اللي اوت راح يكون مين، احنا تكلمنا الديفولت لي اوت هو المين مين dot handle bars main dot handle. أعتقد في خطأ هنا لازم تعرف handle l. تحت أيضا الفيوز راح يكون معنا الملفات الرئيسية مثل على سبيل المثال هي home dot handle bars، راح أعمل كوبي يكون أسهل. أيضا راح يكون معاي داشبورد
كروت هاندل بارز. اوكي، وايضا راح يكون معاي اللي هو الملفات اللي راح نحتاجهن على سبيل المثال مثل اللوجن والريجستريشن. نعمل ملف اخر لوجن دوت هاندل بارز، وايضا الملف الاخير اللي هو ريجستر دوت هاندل بارز. الان معي طبعا كل الملفات. في اللاي اوت نحن تكلمنا بيكون المين هو الملف الرئيسي. راح انسخ هذا من الديمو اللي استخدمناه اختصارا للوقت. اول شيء راح نتكلم قبل نسخ هذا الملف، راح نتكلم نحن نستخدم ماتيريالايز. في الماتيريالايز طبعا كيف تستخدم سي دي ان، راح نستخدم احنا السي دي ان بدل ما يكون الان بي ام انستليشن لسهوله العمل. نحتاج طبعا السي اس اس راح نضيفه في الهيد، والجافا سكريبت راح يكون تحت البادي مثل ما راح نشوف. راح اعمل كوبي لهذا التكست ونذهب الى المين، اعمل بيست. طبعا هي على صفحة HTML عادية، ضفنا هنا للـ CSS. أنا ممكن نكتبه هو التايتل، هنا يكون عبارة عن نافبار. نافبار ممكن ناخذه أيضا عشان نكون متابعين مع بعض. نافبار ممكن ناخذه من Materialize، نكتب نافبار، نذهب إلى صفحة النافبار. ممكن ناخذ هذا النافبار بشكل كامل ونعدل فيه. حاليا أنا كان معي طبعا هنا استخدمناه، راح نرجع نستخدم نفس الطريقة. هنا راح يكون معاي لوجن لوج اوت، راح يكون معي هنا لوجن، حاليا راح يكون لوج اوت سلاش يوزرز سلاش لوج اوت، وهنا راح يكون معي لوجن يوزر سلاش لوجن، وايضا هنا راح يكون معي ريجستر. الراوت راح يكون يوزر سلاش ريجستر عشان نتاكد ان الراوت اشتغل بطريقه صحيحه. هو عباره عن نافبار، بامكانك تطلع على اللي دوكيومنتيشن لي طبعا الماتيريالايز سي اس اس. هو عباره عن نافبار بسيط، يكون هنا العنوان في الاعلى اللوجو، ممكن نستخدم اوث with SQL slash node كبراند. اعتقد هو هذا معظم الاشياء. ايوه، وايضا نحتاج طبعا ككونتينر تخلي النص اللي هو مثل بوتستراب اللي هو كلاس كونتينر يضع النص في المنتصف. طبعا مثل ما تكلمنا البادي هو المكان، اي تمبلت من هذا او هذه الصفحات تستخدم هذا التمبلت، راح اي شيء نضيفه في هذه الصفحات راح يكون عبارة عن نفس الملف متكرر، ويكون التغييرات راح تكون هنا مكان البادي. وفي النهاية راح يكون معانا هنا اللي هو الجافا سكريبت اللي هو موجودة في ماتيريالايز. الحين على سبيل المثال لو احنا على الداشبورد نكتب مثلا هنا في باراجراف داشبورد والكوبي، ونذهب الى الهوم يكون هوم بيج. بمعنى ان الان الصفحة لا تحتوي على فقط على البي، راح تحتوي على كل الملف اللي موجود هنا في المين، ويكون النص اللي نضيفه هنا الداشبورد راح يضيفه هنا، سواء على سبيل المثال عبارة عن سطر او تيبلز او اي شيء راح يضيفه هنا. والفكرة اننا لا نكرر هذا الكود في كل الصفحات، وايضا اذا تم نريد نغير اي شيء في النافبار راح نغيره في ملف واحد فقط هو المين، وراح يتكرر في كل الصفحات بشكل تلقائي. الان لتجربته طبعا نذهب الى الراوتينج في الاندكس هوم بيج، ممكن نستخدم اللي هو الريز دوت رندر، ويكون عبارة عن هوم بهذه الطريقة. وايضا في الداشبورد راح يكون سلاش داشبورد. نجرب الآن إذا كان يعمل بطريقة صحيحة. نذهب إلى الصفحة الرئيسية نعمل ريفرش، هنلاحظ أن طبعا هنا لازم أعدل هنا أوثنتيكيشن أو في مشكلة في الديف تقريبا، لكن الآن هو طبعا يتكرر هنا. لا تلاحظوا كل شيء يتكرر
رغم اني كتبت فقط الهوم بيج في هذه الصفحة، ورحت على السورس لهذه الصفحة راح نجد انها صفحة كاملة متكاملة من كل شيء. نجرب ايضا الداشبورد، داشبورد ايضا نلاحظ الداشبورد ايضا يتغير. راح نشوف ايش المشكلة هنا، نرجع الى صفحة اللي هو المين وتأكد. طبعا معي هنا الناف، وايضا معي الناف كانوا مكررين. المفروض انا امسح الناف بشكل كامل، راح اعمل كت ونمسح الناف القديم بشكل متكامل. لما نسختانه كان معي تو نافس، اعمل بيست. والان نجرب نعمل ريفرش اوث وسيكوال ان نود، ويعمل بطريقة صحيحة معي الان. الان فقط هي عملية اللوجن، حاليا عملية اللوجن كانت فايند ولوجن، لوجن يشتغل ولكن لوج اوت، ايوه اللوج اوت غير موجود، الريجستر ايضا موجود. فنجرب الان، طبعا راح نعمل كوبي للوجن. عملت الفورم جاهزة، ايضا هي فورم موجودة في الماتيريلايز لسهولة العمل بدل تكرار. راح تكون عبارة عن صفحة عادية، راح امسح المسجز، هو عبارة عن تمبلت للرسائل الاخطاء والرسائل اذا تم تسجيل اليوزر بالطريقة الصحيحة راح نضيفها في مرحلة قادمة. هو عبارة عن رو سطر، طبعا هذا عبارة عن كولوم بحيث نضعه في النص مع الاوفست. كارد عبارة عن كارد، كونتنت طبعا يحتوي على لوجن فورم، يحتوي على تكست اللي هو الايميل، وايضا يحتوي على ايميل ويحتوي على باسورد، وفي سبميت بوتن، وايضا يذهب الى طبعا الراوت يوزر سلاش ريجستر. حاليا هي الفورم عبارة عن بوست، هذا الراوت غير موجود، راح نضيف ان شاء الله لما نتكلم عن التسجيل. وايضا في هذا عبارة عن لوجن والريجستريشن، ايضا راح نعمل كوبي وراح اشيل طبعا التمبلت للرسائل لان راح نضيفه في الوقت المناسب. حاليا عبارة ايضا عن ريجستريشن، راح يكون عبارة عن ايميل وباسورد، كونفيرم باسورد وسبميت، ويذهب الى لوجن، ويذهب الى لوجن، ومفروض يذهب الى ريجستريشن. هذا ريجستريشن نتأكد من اللوجن، يذهب الى هنا الريجستريشن، عكست الريجستريشن مع اللوجن. اوكي لم اعكس هذا، اذا كان الشخص لديه حساب راح يروح الى هذه الوصلة، هو يعني هو في صفحة اللوجن ولكن هو لا يوجد مع حساب يحتاج يذهب الى الريجستريشن. فنعمل لنا هنا طبعا عبارة عن URL، وايضا في الريجستريشن المفروض يكون العكس يروح الى اللوجن. راح نشوف لما نشوف الفيو ان شاء الله بعد قليل. نذهب الان نعمل ريفرش، نروح على اللوجن. لازم نضبط طبعا الراوتس، نسينا نضبط الراوتس، نذهب الى الراوتس. هنا راح يكون res.render login، نعمل كوبي. وايضا في الريجستر راح يكون نفتح نعمل رندر للفيو طريق ريجستر، نعمل ريفرش. فالان معي هذا الريجستريشن فورم. وايضا اذا كان لدي الحساب مثل ما تكلمنا الحين، ما عندي حساب راح اذهب الى ادونت هاف اكاونت، يودينا على صفحة الريجستريشن ويقوم بعملية التسجيل. هنا عندي اللوج اوت طبعا ما يعمل حاليا، راح يعمل لما يكون نعمل طبعا ريجستريشن ولوجن، لوجن ريجستريشن والداشبورد والهوم. طبعا ثبتنا هنا في هذا الدرس، هو هدفنا كان تثبيت هو تمبلت هاندلز بار، قمنا بتثبيته وتصميم الصفحات الاساسية. طبعا كل هذه التغييرات راح تكون في الجيت هاب في كوميت يعني جديد منفصل في كل درس ان شاء الله. فبامكانك تاخذ اللي حبيت تاخذ هذا الكود راح تجده في الوصله تحت في الجيت هاب ريبوزيتوري. وان شاء الله في الدرس القادم راح نقوم بعمليه الاتصال بقاعده البيانات باستخدام سيكولايز وماي سيكول. شكرا على المتابعه.